السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي رياضيات للصف الرابع العلمي، راح نكمل وياكم حل صفحة 45 تمرينات 3-1. بعدنا بسؤال الثاني حلينا ألف وباء، واليوم إن شاء الله حنحل جيم أو دال. جيم نقول جذر 25 بي 2 ناقص 2 وسي سالب 8 في، يقول سي لا يساوي 0. فالحل هنا شو نقول؟ جذر 25 ب تربيع سي السالب 8 يساوي لنا نجذر 25 وحدها في جذر البي تربيع في جذر السي، يعني نوزع السي جذر السي أس 8. هنا سوينا؟ وزعنا جذر الخمسة وعشرين على البي وعلى سي، ويساوينا 25 خمسة بي تربيع سي خمسة في بي، نقول خمسة في بي في سي، لحظة خل نسويهن كلهن بين قوس، نقول يساوي جذر الخمسة وعشرين خمسة في بي في سي سالب 8 على 2 ها عيني، ويساوي لنا 5 بي سي، هاي بها وحدة هاي بها سالب 4 سي سالب 4، ويساوي لنا 5 بي على سي أس 4. هذا حل فرع جيم. نجي على فرع دال، يقول لك 3 اكس السالب 5 في واي اس تربيع على 2 السالب 1 في واي تربيع، نقول اكس لا يساوي 0. الحل شو نقول؟ نفتح كسر، نقول 3 في 2 في واي تربيع في واي تربيع. سويت حليت الوايات، صعدتها هي والاثنين والثلاثة، وهنا بقيت اكس اس اس خمسة، لأننا نقول قاعدة الاس السالبة بس السالب خليتها، نقول يساوي اثنين في ثلاثة ستة واي، عند الضرب تجمع الاسس اس اربعة على اكس اس خمسة. اذا هذه عبارة صحيحة طبعا، وهذه ايضا نقول سالب الالف والباء، هذه خمسة نقول هاي ايضا هذه عبارة صحيحة. هسه خلصنا السؤال الثاني.